مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. ودلوقتي جه ميعاد اللعب والتنطيط والهزار والمسابقات والحواديت كمان. يلا على طول نبتدي بالاسرتين اللي معانا وكلنا حماس عشان نبتدي صباحنا كده بانرجي حلوه وجميله. نبتدي بالاسره اللي على يميني ونقول الو. أنا. ازاي؟ الحمد لله. اسمك ايه؟ اسمي جوري امجد. جوري امجد، عندك كام سنه؟ تسعة. ما شاء الله طويله. ما شاء الله. اوكي، اخوكي اسمه ايه؟ محمد. اسمي ايه يا محمد؟ اسمي محمد. ايوه، وعندك كام سنه؟ 11. 11، انت الكبير يعني، انت الراجل بقى. سنه كام انت بقى؟ ستة. ستة، ماشي. اخبار ستة ايه معاك؟ هي حلوه بس يعني في كده مشاكل صغيره في مذاكرته كده. بجد؟ اه. بس هنعديها، هنحاول نعديها. انت في الاول برضو لسه؟ اه. ولا ايه؟ لسه في الاول. ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. ان شاء الله. نسمه. اه. تشتغلي؟ اه. ايه؟ بس من البيت يعني، فاشن ديزاينر بس يعني لسه بمارس. اوكي، فاشن ديزاينر يعني بتصممي بايديكي وكده؟ الله، ترسمي بقى وباترو. الله، ده حاجه حلوه قوي. ماشي. امجد. امجد، حضرتك بتشتغل ايه؟ انا مهندس كهرباء. مهندس كهرباء. اه، بشتغل في الطاقه الشمسيه. ايه ده؟ الله. اوكي، نايس. فاهمين بابا بيشتغل في ايه؟ يقعد يحكي لكم يعني؟ يعني ساعات. ساعات بنفهم، نحاول نحكي لنا. اكيد الموضوع يعني صعب وكومبليكيتد، بس ممكن بشكل مبسط تبقوا فاهمين يعني. اوكي، انتوا اسره منين؟ القاهره؟ اصلكم من القاهره. اوكي، اسره الاستاذه ليلى وجايبه معاها ابن عمها الاستاذ مالك، صح كده؟ مالك، ازاي؟ الحمد لله. طب ما ترجع لورا كده عشان اشوفك كده واسمعك. ايوه كده، قول لي عندك كام سنه؟ تسعة. انت بتسالني؟ عندي 9. انت عندك 9؟ اه. انت سألني انا. هو عنده 9؟ يبقى عنده 9، ماشي اوكي. طيب، انت ابن عم ليلى. ايوه يا ليلى، ازاي؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 9. 9 بقى، ايه ده انتوا قد بعض؟ اه، مولودين بقى في نفس السنه وبتلعبوا مع بعض من انتوا صغيرين بقى وكده. نايس. ايوه، طب انت عندك اخوات اخت صغننه عشان كده ما عرفتش تيجي، صح؟ اخ. اخ اسمه ايه؟ حمزه. مش عارفه ليه حسيتك نسيتي وبعدين انا فهمت ان انا اللي اتلخبطت. حمزه، اوكي. عنده كام سنه حمزه؟ 3 سنين. ايوه، عشان كده ما عرفش يجي يلعب معانا النهارده وجبنا ملوكي معانا. طيب، ماما؟ انا اسمي شيماء. شيماء، اوكي. بتشتغلي شيماء؟ بشتغل اتش ار. بخاف منكم. كل الناس بتخاف. كل الناس بتخاف منكم اعتقد. اوكي، بس انت اتش ار طيبه؟ طيب. شكلك. انا من اتش ار الطيبين. احنا هنوري النهارده جانب بقى الشركه اللي انت بتشتغلي فيها ايا كانت ايه هي، هنوريهم بقى جانب تاني خالص. غير اللي بتزعق، بتشخط، بتخصم، يعني غير دي، هنشوف بقى النهارده هتعمل ايه. اوكي. شريف محمد. شريف. ايوه. اداره المشروعات. اداره مشروعات. مشروعات معينه يعني ولا عامه كده؟ لا، عموما عامه كده. عندنا مشروع تعالى ديره. الله، حلو ده. ماشي اوكي. جاهزين نبتدي؟ جاهزين. طيب، عندنا على طول كده قبل ما نبتدي الاسئله بتاعتنا، انا احب اعرف انتوا عارفين بعض قد ايه. اوكي، نبتدي بهذه الاسره السعيده. استاذ امجد، ايه اكتر لون ما بتحبوش حضرتها؟ لا مش لا. اللون الاسود. جوري. صح. جوري ولا لا جوري حضرتها دي. جوري. جوري. ايوه. برضه اللون الاسود. اللون الاسود بكرهه يعني. بتكرهيه يعني؟ اه. اوكي، ماشي. بابا، ايه اكتر لون بتحبه ليلى؟ البيربل. البيربل بجد؟ يا ولد. ماشي. ماما، ايه اكتر اكله مش بيحب ياكلها بس بياكلها محمد؟ لا انت عارفه. المانجا. المانجا؟ بجد؟ الجوافه. مانجا والجوافه بجد؟ ما باكلهمش خالص. بيعملوا مانجا. خلاص، مش لازم يعملوا لك ايه؟ فهمنا. فهمنا حبيبي، الف سلامه. مش عجباني. جوافه بتعمل مشاكل في المعده. معلش يا حبيبي، سلامتك. طبعا بتعمل لك مشاكل في المعده، يبقى خلاص نتجنبها. ماما، قولي لي يا ماما، قولي لي ليلى بتحب تاكل ايه اكتر اكله؟ ليلى بتحب المحشي. المحشي فعلا؟ محشي ايه بقى؟ هي بتحب الكوسه. ايه ده بجد؟ الله، يا مزاجك، مزاجك رايق قوي. قولي لي يا استاذه جوري، مين اكتر حد بابا بيشجعه في الكوره؟ النادي الاهلي. ماشي اوكي. لعيب بقى؟ اعتقد محمد صلاح. بجد الكلام ده؟ ماشي، كلنا بنشجع محمد صلاح. ماشي. قولي بقى حضرتك، العم والد مالك، مين اكتر حد صاحبه؟ اكتر حد صاحبه؟ بيست فريند يعني. لا، مش عارف. مش عارف؟ اخوك. اخوك يا مالك؟ اخوه يوسف. اخوك فعلا؟ طب شيل ايدك كده من هنا. اخوك؟ ماشي اوكي. بيحبه جدا. طب عرفنا خلاص، نجحت. عديت. طب قول لي يا استاذ محمد،
ايه اكتر لون ماما بتحب تستخدمه في الديزاينز بتاعتها؟ في الديزاين بتحب تستعمل ابيض. ابيض وازرق. ابيض وازرق. الله ماشي، حلوه الباليت دي. طيب قولي لي يا ليلى، ايه اكتر لون ماما بتحب تلبسه في لبسها؟ اي ثينك الاسود. اسود فعلا؟ يعني هو الاسود والابيض يعني. اسود والابيض عشان جايه ابقى ابيض النهارده، بس اوكي هنعديها. طب ملوكي اخر سؤال بقى، اخر سؤال هنا واخر سؤال هنا. ملوكي تعرف عمه بيشجع نادي ايه؟ لا خالص. تقعدش معاه؟ ما بتتفرجش على ماتشات؟ لا خالص. طب قول. ده احنا يعني اهلاويه سوا. اهلاويه سوا. طب والله اهلاويه سوا. ماشي. محمد تعرف ماما بتكلم مين في التليفون اكتر حد؟ اكتر حد مامتها. مامتها؟ ماشي اوكي. طيب حلو قوي، احنا كده متعرفين على بعض بشكل كويس وكويس جدا كمان.